مرحبا بكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الماطرة التي بدأت المملكة تتأثر فيها وستشتد خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس المستقر، هناك فرصة لزخات من الأمطار، تكون رعدية أحيانا 19 درجة مئوية كحرارة الدنيا، 18 الملموسة، الرطوبة 54%، أما الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود الطقس المستقر في كل مسكاكة وعرعر، فرصة لزخات من الأمطار 30 إلى 20 في مسكاكة، 30 18 في عرعر، تبوك طقس صافي 32 إلى 20. للانتقال للمنطقة الغربية، هناك فرصة لزخات من الأمطار تكون رعدية أحيانا في كل من مكة المكرمة وجدة، 30 إلى 23 في مدينة جدة، 28 إلى 25 في مكة المدينة المنورة، فرصة لزخات من الأمطار 30 إلى 20، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 15. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، حيث تتأثر بحالة قوية نوعا ما من عدم استقرار الجو، تعطل زخات رعدية من الأمطار في عموم تلك المناطق خلال ساعات نهار اليوم الاثنين، أبها 19 إلى 13، الباحة 18 إلى 15، جازان 34 إلى 30. بالانتقال للمنطقة الشرقية، أيضا تتأثر بالحالة الماطرة التي تحدثنا عنها، الدمام طقس غالبا غائم جزئي مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار 31 إلى 24، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 23، أما الإحساء أيضا زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 22. بالانتقال للمنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الرياض 23 إلى 17 زخات رعدية من الأمطار متوقعة، بريدة 24 إلى 16، حائل 22 إلى 14 مع زخات رعدية من الأمطار تترافق مع رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.